السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام، نحن اليوم ليلة نقضيها من أعياد الكريسماس، ولقد طرقت الباب علينا فلم نجد أي شخص في الباب إلا هذه اللعبة. إنها لعبة جميلة، ولكن لا أعرف ما هذه اللعبة. سأسأل ولدي الكبير. يا سامر. نعم يا أبي. هل تعرف ما هذه اللعبة؟ نعم. ما هو؟ إنه حصان. نعم، إنه حصان. لا يا أبي، ليس حصانا، إنه غزال. يا إلهي، نعم إنه غزال، ولكن ما هذه الذي في قرنه؟ يا إلهي، إنها ساعة جميلة. حسنا حسنا، سأخذها وألمسها في يدي. حسناً،